يلا خلصي رتبة يا ابن الحرام. مهند انت هيك عم بتخوفني. طيب قلي مين بيكون هذا الزلمة؟ سمعينا هلا. جاي. الو ولك فرحات؟ هاد صوتك ولك سوس؟ وينك ولا؟ عامل حالك زلمة؟ إذا زلمة عن جد تعا واجهني وش لوش. ولا؟ أنت قد هالحكي؟ طبعاً قدو. إذا كنت زلمة واجهني. ما بكون مهند إذا ما فرجيتك قيمتك. عامل حالك رجال وعم تهدد بنت؟ إذا كنت زلمة خليك مكانك ولا تتحرك. ليك ولا؟ مو أنا اللي بيهرب. إجا الوقت لنسكر الحساب يلي بيننا. هالمرة رح سكر لك حسابك وتمك نهائياً. والله لحتى أخفيك من على وش الدنيا. خليك عندك. خد الموبايل. مهند لوين؟ انت خليكي هون. قلي لوين رايح؟ رايح لعنده. رجاك اللي شو عم بيصير ولوين بدك تروح؟ مشوار ضروري. لا تخافي علي. مين هاد فرحات يلي حكيت معه؟ شو بدك منه لحتى تروح لعنده؟ في بيناتنا حسابتي وصار لازم انهي انا وياه. انت اطمني جميله. ان شاء الله لا تفوت بمشاكل جديده يا مهند. بترجاك ترجع لهون. واضح انه هالزلمه وسخ ومانك قده. بدي روح قله لابوك هلا. جميله اوعك. سمعتيني شو قلت لك؟ مو ناقصني ابدا مشكله جديده مع ابي. اوعك تروحي وما بدي تقولي لحدا. فهمتي شو حكيت؟ عم تخوفني كثير بهالحكي. جميله صرت قايل لك 100 مره ما في داعي للخوف. رح شوفه وارجع فورا. ماشي. بدك توعدني مهند؟ وعد مني ما حطول. يلا بخاطري.